تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق تيك توك، نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. بدأ سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعد سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعد سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله.